كم كوب موجود في 3.5 جالون؟ إذن قبل أن نعين السؤال دعونا نفكر في حجم الكوب. في الواقع سوف أعطيكم بعض المراجعة، كم كوب موجود في نصف اللتر، كم نصف لتر في ربع الجالون، وكم ربع جالون موجود في الجالون. دعوني أرسم مكعبا هنا ودعونا نتخيل أن هذا جالون. تخيلوا أن هذا جالون. في معظم الأوقات نرى الجالون عندما نرى جالون الحليب. دعونا نفترض أن هذا كله عبارة عن جالون، يمكنك أن تتخيله كذلك كجالون حليب كبير. الآن يوجد 4/4 لكل جالون. دعوني أكتب هذا هنا، يوجد 4/4 لكل جالون، 4/4 كوارت لكل جالون. إذا أردت أن أرسم الأرباع هنا فيمكنني أن أقسم هذا الجالون إلى 4/4، ثم أن كل من هذه الأقسام سيكون ربع، بالتالي تحصل على 4/4. هذا الذي رسمته باللون الأزرق سيكون ربع واحد بالضبط. وبكل وضوح يوجد 4/4 في جالون واحد. الآن يمكنك أن تقسم أرباع الجالون إلى أنصاف اللتر. يوجد نصف لتر لكل ربع جالون، نصف لتر pints لكل ربع جالون quart. ربع الجالون هذا الذي رسمته هنا يمكن أن أقسمه إلى 2 هكذا، وهذا الجزء الصغير الذي أقوم بتلوينه باللون الأرجواني عبارة عن نصف لتر. هذا نصف لتر. ثم أخيرا يوجد كوبان لكل نصف لتر، كوبان لنصف اللتر، كوبان لنصف اللتر، كابس لكل بايت. إذا نصف اللتر هذا يمكنني أن أقسمه إلى 2 وكل منهما يكون كوب. إذا هذا الجزء سيكون كوب. الآن يمكننا أن ننتقل مباشرة ونجد كم كوب يوجد في كل جالون. في الواقع ربما أن هذه طريقة مثيرة للاهتمام لأن تفكروا بها، إذا كان لدينا 4/4 جالون دعونا نضربها هنا، لدينا أرباع لكل جالون، لدينا 4/4 لكل جالون. ضرب نصف لتر لكل ربع جالون، نصف لتر لكل ربع جالون. كم يكون الناتج؟ هذا يساوي 4 ضرب 2 يساوي 8، ويتم حذف الأرباع ولدينا 8 أنصاف لتر لكل جالون، 8 أنصاف لتر لكل جالون. وهذا منطقي جدا لأن لدينا 4/4 في هذا الجالون، ثم أن كل من هذه الأرباع تحتوي على نصف لتر. إذن 4 ضرب 2 أي 8 أنصاف لتر لكل جالون. ثم يكون بإمكاننا أن نضرب ذلك بكوبان لكل نصف لتر. إذن يمكنني أن أنسخ هذه. دعوني أنسخ وألصق هذه. في الواقع لا يجب علي أن أنسخ وألصق، دعوني أختاره مرة أخرى، أريد أن أفعل ذلك لكي أسترد المساحة. إذن إضافة قص إضافة اللصق. هيا بنا نضرب الآن هذا بكوبان لكل نصف لتر، وسبب نجاح هذا هو لأن لدينا أنصاف لتر في البسط، يتم حذفهما مع أنصاف لتر في المقام، ويتبقى لدينا، سوف أعود للون الأصفر، سوف يتبقى لدينا 8 ضرب 2 يساوي 16، ثم لدينا كوب لكل جالون، كوب لكل جالون.
الآن لقد أوجدنا كم كوب موجود في كل جالون، ذلك منطقي. هذا الجزء هو 1/16 بالضبط، بالضبط من هذا الكوب كله، هذا الجالون كله. لكننا لم نقم بالإجابة على السؤال، نريد أن نجد كم كوب موجود في 3.5 جالون. دعونا نكتبه هنا، إننا معنيون بثلاثة ونصف جالون، 3.5 جالون. لا أفضل العمل مع أعداد مركبة، وأفضل أن أحولهم إلى كسور غير صحيحة. 3.5 يعادل 2 ضرب 3 يساوي 6، زائد 1 يساوي 7. إذن هذا يعادل 7/2. إذا قسمنا 7/2 سنحصل على 3 والباقي 1، أو أن هذا يساوي 3.5، إن هذا نفس الشيء بالضبط. نريد أن نعرف كم كوب موجود في 7/2 جالون. ما نرغب بفعله هو أن نحصل على أكواب، ونريد أن تحذف الجالونات. إذن لدينا جالون في البسط هنا، وهي بلا شك ليست في المقام، ولذلك سنقسم على جالون. سنقسم على جالون، وبالتالي نحصل على بسط. لدينا أكواب في البسط، وكم كوب موجود في كل جالون؟ حسنا، لقد أوجدنا ذلك، يوجد 16 كوب لكل جالون. عندما نضرب هذان المقداران فالجالون يتم حذفهما، أو يتبقى لدينا أكواب، وهذا ما نريده. إذن يساوي 7/2 ضرب 16، إذن هذا يساوي 7/16/2 كوب. يمكنك أن تقسم 16/2 وتحصل على 8. 2 تقسيم 2 يساوي 1، إذن هذا يساوي 7/8 تقسيم 1، أو 7/8 ويساوي 56، إذن هذا يساوي 56 كوب. ويجب أن يكون هذا منطقي، هذا العدد يجب أن يكون أكبر بكثير، لأن الكوب وحدة صغيرة جداً. إذا كان لديك 3.5 جالون، فسوف يكون لك العديد العديد من الأكواب في 3.5 جالون. إذن هذا منطقي.